مساء الخير، برحب بحضراتكم. يوم جديد هنكون معاكم أنا ودينا إن شاء الله على مدى ساعة ونص. هنقدم لحضراتكم فقرات كتيرة ومختلفة. برحب بيكم وبرحب بزميلتي دينا. مساء الخير يا دينا. أهلا بيك يا سماح، وأهلا بيكم مشاهدينا. هنكون معاكم النهاردة على مدار ساعة ونص، بنتكلم في كل حاجة بتفكروا فيها، بنتكلم في كل حاجة ممكن تكونوا محتاجينها. هنكون معاكم على مدار ساعة ونص بفقرات متنوعة. أول فقرة هتكون معاكي إيه النهاردة سماح؟ نتكلم عن الصيف بقى. الله. وأجازة الصيف، الأجازة اللي كلنا بنستعد ليها، لكن الحقيقة هنقول إيه هي المشاكل اللي ممكن من أول ما بنقرر إن إحنا هنروح مثلا أي مكان بقى على الساحل، العين السخنة، الحاجات دي، إيه الاختلافات اللي بتحصل بداية من اختيار المكان؟ طب هنروح لوحدنا ولا هناخد معانا الأصدقاء المقربين، ولا هاخد حماتي ولا هاخد حماية؟ الحقيقة النهاردة هنقول نقاط كتيرة جدا علشان نرجع من الأجازة وإحنا كلنا طاقة إيجابية، مش شايلين مشاكل بنشيلها للسنة الجاية إن شاء الله. أنت عندك إيه؟ الفقرة التانية بتاعتي هنتكلم فيها عن تمكين المرأة المصرية والمجهودات المبذولة من خلال الدولة المصرية طبعا لتمكين المرأة في كافة المجالات، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وكمان بنشوف تنمية لمشروعات كتيرة جدا مختلفة للمرأة المصرية. هنتكلم فيها النهاردة بكل تفاصيلها، وهنتعرف على أهم كمان المكتسبات اللي حصلت عليها المرأة المصرية. ده هيكون أول فقرة عندي النهاردة في طعم البيوت. هيكون معاكي إيه تاني النهاردة؟ برضو متصل بالأجازة، وخلاص احنا جهزنا الشنطة بتاعتنا علشان خلاص نسافر وحددنا المكان، لكن ايه هي الحاجات المهمة جدا اللي بتتمثل نقدر نقول عليها الإسعافات الأولية اللي لازم تكون شنطتنا فيها الأدوات دي؟ يعني مثلا واحنا على البيتش، ضربات الشمس ازاي يكون معانا السان بلوك؟ في حاجات بتكون خارجة عن إرادتنا، لا قدر الله حد مثلا غرق، إيه الإسعافات الأولية اللي نقدر نعملها؟ إزاي نعرف إن الحالة بتاعته محتاجة بسرعة إن إحنا نتوجه مثلا لأقرب مستشفى؟ الأناديل، لسعة الأناديل دي بتبقى صعبة جدا، إيه الكريمات المفروض تبقى معانا علشان خاطر نهدي من لسعة الأناديل لغاية كمان إذا كانت كبيرة قوي إن إحنا نوصل مثلا لدكتور؟ انت عندك حلوة الفقرة دي قوي ومفيدة وكلنا كده هنستفيد منها أكيد. النهاردة برضو هنكمل بعض بقى. الفقرة التانية معايا النهاردة، واحنا بقى مسافرين ايه اللبس اللي احنا ممكن ناخده معانا واحنا مسافرين وايه الالوان الموضة في الصيف السنة دي؟ وانا مسافرة اكيد لازم لبسي يختلف شوية عن لبس الروتين اليومي او لبسي في الشغل، فهنتكلم عن ايه الموضة، ايه الحاجات اللي انا ممكن البسها وانا مسافرة، ايه الحاجات كمان اللي انا ممكن البسها في ارتفاع درجات الحرارة. زي ما انتم شايفين طبعا الفترة اللي احنا فيها دي درجة الحرارة فيها مرتفعة جدا، فإيه الملابس اللطيفة اللي ممكن تخليني ما احسش بارتفاع درجات الحرارة؟ فهنتكلم في الفقرة دي عن الموضة وكل ما هو جديد فيها. خلينا بقى نقول دلوقتي هنروح لفاصل وهنرجع تاني بعديه مع سماح الحمزاوي زميلتي في زينة، وهتقول لنا أهم الأخبار. نروح لفاصل ونرجع تاني. برحب بحضراتكم مرة تانية، وأول فقرة معانا هي فقرة الأخبار. أول خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في بيان صحفي أشاد السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة جمعية دكتور مصطفى محمود بصدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إيمانا بأهمية الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعتبر تطور طبيعي. العمل بدأ من أوائل عام 2022 حينما أعلن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، ومن بعده تم تأسيس التحالف الوطني التنموي في مارس 2022، وأنشئ هذا التحالف بإرادة حرة من أعضائه، وهو الأول من نوعه في مصر، ويضم الاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية وأبرز مؤسسات المجتمع الأهلي الرائدة وصاحبة الجهود المعروفة على امتداد الوطن. ده الخبر الأول. لكن الخبر الثاني، الدولة المصرية تدعم العمل التنموي. تفاصيل الخبر بتقول أشاد الدكتور القس أندريا زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بدور الدولة المصرية في دعم العمل التنموي من خلال مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.
الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، ونتوقع مستقبلا أفضل للعمل التنموي في مصر من خلال مساعي جادة في خدمة ودعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بجانب المساهمة في تلبية احتياجاتهم بالعمل الدؤوب والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المجالات. بكده بتكون خلصت أخبارنا، ودلوقتي هنشوف تقرير عن عودة حجاج القرعة من الأراضي المقدسة. حج مبرور وذنب مغفور يا رب، وربنا يكتبها لنا جميعا بإذن الله العام القادم.